شهد معرض عدن للطاقة المتجددة في دورته الأولى إقبالا ملحوظا من الجمهور ليطلع على ما استجد في مجال الطاقة النظيفة وتقنيات تراعي الحفاظ على البيئة رغم صعوبة الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد. كل جديد في مجال أنظمة الطاقة النظيفة وتقنية الذكاء الاصطناعي يعرض للمرة الأولى في عدن وعلى مدى 4 أيام بمشاركة نحو 20 شركة ومؤسسة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات. معرض جميل جدا، في عرض لجميع التقنيات من جميع الشركات. نحن في هذا الوقت محتاجين جدا لمثل هكذا فعاليات للحد من انبعاثات الغازات الضارة، للمساعدة أكثر في عالم خالي من الاحتباس الحراري. المعرض تضمن أحدث المنتجات في مجال الطاقة المتجددة وأنظمة المراقبة والحلول الأمنية لتلبي حاجة مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى الدور الذي تلعبه في الحفاظ على البيئة مع انخفاض تكاليف تشغيلها. سعيد بتواجدي في معرض مشاريع الطاقة. أعتقد هذه المشاريع تهدف إلى خدمة المجتمع بشكل فاعل في ظل أزمة الكهرباء وغلاء الوقود وأضرار الوقود الأحفوري على البيئة. هذه المشاريع لها دور كبير وفاعل في رفض المجتمع بمشاريع طاقة رخيصة ومتجددة ونظيفة. المعرض التكنولوجي الهام الذي يركز في معظم عرضه على التكنولوجيا المتقدمة في مجال الطاقة الجرين باور، لأننا نشهد تلوث بيئي كبير انعكس على البيئة. الواقع الصعب لليمنيين وظروفهم المعيشية يدفع موضوع الطاقة البديلة ليكون خارج سلم أولوياتهم، ورغم ذلك فإقبالهم لزيارة المعرض والاطلاع على منتجاته يشير إلى أهمية حاجتهم إلى الطاقة النظيفة لمواجهة مخاطر الانبعاث الحراري والتخلص من استخدام الوقود الأحفوري. دعم التحول نحو الطاقة البديلة والتعريف بأحدث الابتكارات في عالم التقنية أبرز ما يقدمه معرض عدن الأول للطاقة المتجددة، ما يعزز التنافس التجاري والصناعي في السوق المحلي. مهيب المريري، المشهد، عدن.